نعم شيخنا، نريد أنت ذكرت قبل قليل مسألة الوالدة الأم، الأم وحثها للولد على حفظ القرآن. نريد شيخنا يعني إلماحة كذا للأمهات، إلماحة للأمهات اللواتي يعني الآن يتركنا مثلا أولادهن يعني مع هذه الأشياء المحدثة الجديدة، لا تنتبه هذه الأم لولدها هل حفظ ما حفظ، هل استقام ما استقام، فما يعني من خلال ما رأيتموه من أمكم رحمها الله، فماذا شيخنا توجهون الأمهات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نوجه بقول رسول الله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الوالدان عليهما أن ينبه أبنائهما إلى الخير وأول الخير، حفظ القرآن الكريم، وفي البداية مقتطفات من أحاديث نبوية ذات دلالة تكون قصيرة وتكون واضحة، تكون واضحة، فينبغي الوالدين أن ينبه أبنائهما إلى هذا، إلى الأشياء التي تنفعهم، ولا ينبغي لا يتركون أبنائهم الوالدان أبنائهما لهذه الأشياء المحدثة الكثيرة. ونحن أمة الإسلام، نحن أمة حفظ، سبحان الله، لا بد من الحفظ. بعض المثقفين المحدثين تقول له حفظت كذا، يقول لك يا سيدي زالت نسخة في البلد ولا يحفظ إلا الغبي، يقول هكذا بعضهم. الحقيقة نحن أمة حفظ، القرآن حفظ، والحديث حفظ، والفقه حفظ، واستفادة الإنسان أقل حفظه. قال أعلمنا أحفظنا، قال بعض الصحابة قال حدثنا بكل شيء، قال فأعلمنا أحفظنا، كل ما كان الإنسان حافظ كل ما كانت استفادة أكثر، قيمة الإنسان بما يحفظ ما يتقن. ثم القرآن بالذات، القرآن من قرأ القرآن حسن نطقه وتميز في الفصاحة. أذكر مدرسا عراقيا كان عندنا في المدينة اسمه حيدر الجوادي، يقول حاولت مع طالب أن ينطق كلمة المنخنقة ما هو مستطيع. لا بد حتى يتعلم الإنسان على النطق الصحيح للغة العربية، ينبغي له يقرأ القرآن في البداية، يعلم الفصاحة، يعلم كل شيء. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمهم أن الأمهات ينبغي أن يهتمن جدا بأبنائهن وبحفظهن وبمراقبتهن بدون عنف وبدون برفق، وادعوا لسبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجازهم بالتي أحسن ويحال بقدر الاستطاع، والله أعلم. سبحان الله، تنشأت الأولاد على الكتاب والسنة، صحيح، أحاديث قصيرة مختصرة فيها دلالة، فيها الدلالة الواضحة، صحيح، الحمد لله رب العالمين.